أبستفعل على أجابات ونجيرنا نحنا كنقرب هنا بزح كاسيتات سلزل له ندمس أنا تسفان قبرون سلطان تمليسو تانا يتمرتيز بلازل له أب مقرقور تمرتيز بلازل له نعاون تسفان قبر بشودن أربعة كلاس يخون حمشتة كلاس يخون نحنا ون إجامنا خنبركت ترح نحنا خبل كله خو خلو تي خمزيس أو عيزة غربة زولو كله إرتراوي إرتراوي يعني زبل أنا والدهاجر زيت مرتزين خلو إرتراوي أبو السدة سلا زخونة تحالفنتك نقول هنا سلا ملكتنا تسفان قبر زي حونا سلطان حزوة زولو عبي بروجيكت خنعوتو أب شودن إجامنا ون كنبركت سلازي سين لكم سمعكم انا ندامس غنكو قدمو وداها اي هوب سويت هات كرينا تيتر ديما تخون يعني بس بسي بس حتى ممكن انسها كاب ترجمه بالعربي كاب كبعرينا بتقرينا على الاقل سمعكم ما كابي مباشره لا شكرا بزو ندامس غنا حساب مزلو سمون نرخب نحن كنيو بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقسى الحياة عندما تكون فرارا دائما، قسرا في مناف الأرض لجوءا وتشردا، ثم تتوالى المحن بعد التشرد من الوطن، ويتطاول الزمان ولا يندمل الجراح. فما أصعب أن تدفع ثمن أن تكون عزيزا من المال والولد، ثم تمسك السراب وتتبدد أحلام الحرية هباء بين عينيك، وتظل مجبرا لاجئا بلا مأوى، تتقلب بين مصغبة الجوع وعناء المرض. نعم إنها حياة قاسية، ولكن مع هذا عفة تحبس آهات الحرمان عن أفواههم. قوم إذا نابهم كره في الحياة صبروا، وإن واساهم كريم شكروا، إلا أن حقيقة المعاناة لا تحملها الحكاية ولا تستوعبها الصورة، ولا يصف كآبة حالها لون، ولا يجيد صياغة آهاتها تعبير. حالة تحمل كل معاني الأسى، فقدان للأهل والأمان، وجوعا وعطشا أنهك الجسد. ومع كل هذا للحكومة في إريتريا ترحب بمواطنيها، ولا الأمم المتحدة تشعر بمسؤوليتها تجاه هؤلاء. نصف قرن من الضياع، وما تزال أفواج اللاجئين تعبر الحدود إلى دول الجوار بمعدلات متزايدة، والموت الجماعي سيد الموقف في صحراء سيناء مصر، وعلى صحاري ليبيا وبحار مالطا، وجموع المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم، وأعداد أخرى بين يدي عصابات الاتجار بالبشر في انتظار دفع الفدية أو مواجهة الموت على نمط بيع الأعضاء البشرية. ومنهم من يكبل مع بعض السلطات في بلاد المهجر ليسلم للسلطات الإريترية فلا يعرف له أثر. كل ذلك يحدث ولا صريخ يسمع له صوت، ولا وجيع يقشعر له بدن. أيحدث هذا في هذا الزمان؟ نعم إنه هو الواقع. أحب يدي إذا أعطت، إذا عاشت يدا عليا، وأبني عز آخرتي بخير حياتي الدنيا. أحب يدي إذا أعطت، إذا عاشت يدا عليا. هذا؟ خليني مع جيرانك أنت وتن مع دين؟ يلا ما شاء الله. كنت عاملين قهوة كمان. إلقاء نظرة على معسكر الشجراب لاستقبال القادمين الجدد من اللاجئين الإريتريين أمر مخيف للغاية، فكل فئات المجتمع الإريتري حاضرة هناك. كل فلا لي كنا نبحث كل فلا لهزبي لك تردي خاني قل أبز سدة دلو يهني كيسي أريكم كمان من بوتا تلقيتو قل عزة حازي أكالو قدلو سرح زي بلو
معت هزبي أبزي توقح في جنبر كم مقبرت نخوت زنقح قح تملي سنا مقبرت تدفيني زلو إذا أخذت حلال في خير نهزبي إرتراكم نهزبي إيتيب يا ملا نمان نيو نحنا وليد ناس قوالد نهزبينا ديني خف أنا له هل سمعنا باتم علم أبين حقوق الإنسان أبين لونا حصاونتي أبين لونا يدخاتم وين حقوق المرأة وين حقوق الشفع ذل يا أخوانا نحنا خلاص قديم مرير النايم نحنا بيرك نفليك ولنا قل بأطق عليك التحلال في زخير نهزب علم داك كتنستين وخون عدو قول عدي وخونو زوالدنا نخون كابيتم يتم بوتا لقيتم زمصونا عبزي حاد فتح زي بلنا زر ألم من دعم قارب لا أنا خفت فتح وأسرق فتح لا يكون كان فتح لا يكون كان كل يحمل حكاية بقسمات مليئة بالأسى والمرارة حتى إنك تحتار كيف واجه هؤلاء الصغار مصاعب ومتاعب هذه الرحلة بل لماذا يفضل آباؤهم المصير المجهول لهم على البقاء في الوطن رغم كل القصص المروعة التي يسمعونها عما يواجهه الفارون من إريتريا هؤلاء الأطفال الصغار لجأوا من إريتريا بلا رفيق يرشدهم أو أب يحميهم في طريقهم إلى السودان واجهوا كل الصعاب والمخاطر من أجل الوصول إلى معسكر الشجراب بشرق السودان الذي ظل أول الأمان العجاف لهم في رحلة البحث عن المجهول السن في مستوى التعليم لكن الحياة بهذا الشكل كثيرون منهم يفضلون حياتهم الحالية على ما يلاقونه داخل إريتريا أمنياتهم لا تتناسب مع أعمارهم الغضة إنهم هنا يجدون الرعاية من منظمة إنسانية باعتبارهم قُصّر فمن يرعاهم بعد تجاوزهم هذه السن وأي مستقبل تنتظر هذه الوجوه البريئة هل تصدق أنهم يفكروا في رحلة العبور على طريق خيار الموت وضع مصيرهم بين يدي مهرب البشر من يكفيهم شر هذا العبور الآسن ويشق معهم طريقا إلى حياة التعلم والمدرسة والإنتاج إدراكا لهذا الواقع وضرورة المشاركة في انتشال المجتمع وتطويره جاءت إيثار للإغاثة سهما في باب العمل الخيري كمنظمة إنسانية غير حكومية تعمل في مجال العمل الطوعي والإنساني ومقرها برمنغهام مسجلة وفقا لقانون العمل الطوعي بالمملكة المتحدة وهي تحمل هم هؤلاء الضعفاء تمد لهم يد العون والمؤازرة بدأت إيثار نشاطها بمعسكرات اللاجئين الإريتريين بشرق السودان إثر زيارة مديرها التنفيذي الأستاذ سلطان عمر في أغسطس من عام 2007 بهدف الوقوف الميداني على احتياجات ومعاناة الشرائح الضعيفة من الأيتام والفقراء والمساكين وسط اللاجئين ومن يومها ظلت إيثار للإغاثة حاضرة بقضيتهم في المنابر الإعلامية تحمل الهمة وتنادي أن هبوا لنجدتهم هم من الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة أستاذ محمود أهلا وسهلا بك السلام عليكم يا زهاب وعليكم السلام يا أستاذنا زي أخبارك أحييك يا زهاب وأحيي ضيفك الكريم السلطان عمر يعني رحب وشرف قناة الرحمة ونرحب به ربنا يبارك وسعداء بوجوده معانا النهاردة فأنا يعني على استعداد تام يكون في تواصل ويكون في تصوير عن بالطريقة بتاعت حضرتك هناك نعم. ونعرض للمشاهد الرحمة الفضلاء يعني الخيرين الذين يتسابقون لفعل الخير في أي مكان نعم. ما دام هذا الخير سينتفع به المسلمون نعم. الدور اللي على حضرتك سلطان نعم. ان احنا نبرز هذا يعني الأماكن المحتاجة نعم. للأبيار والمساعدات بالصورة ونعرضها على المشاهد الرحمة ثم نقوم بعد ذلك بالبناء وفي الميدان العملي تقدم ما تيسر لها من أعمال البر تنوعت ما قدمته إيثار خلال مسيرتها في السنوات الخمس الماضية ورغم قصر هذه المدة إلا أن بركتها وفضائلها أكثر من أن تحصى بتوفيق الله ثم بفضل من وقف معها من الخيرين بكافة بقاع العالم
ويمكن استعراض أهم إنجازاتها. مجال الأيتام، تكفل إيثار عدد 300 يتيما بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان. ما تقولوا كده، ما تتأثروا، كل شيء جسمه مصيبة، ربنا يعزل ويخد كتلنا. أنا دي جسمة ربنا، ما تفكوت لنا. خلاص صدقنا أمي، خلاص مطار ربنا سكتنا سكتنا. لكن أصلا لما نمشي مع أصدقائنا وأصحابنا، لما أول جاهل كانوا من يقول يا أبوي ويا كده، أحيط لي تأثر شديد. وتتمثل الكفالة في تقديم الكفالة المالية وكسوة العيدين والحقيبة المدرسية والهدايا. وبفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا العمل، تيسر لكثير من الأيتام سبل العيش الكريم والالتحاق بالتعليم، مع توزيع مساعدات عينية لهم بين الحين والآخر تتمثل في الطرود الغذائية. مجال التعليم والصحة، بما أن مشكلات معسكرات اللاجئين متعددة وتفتقر إلى المؤسسات الخدمية، عملت إيثار على تسيير قوافل صحية، فسيرت عدد 4 قوافل صحية بالتعاون مع الهيئة الخيرية، غطت عدد 7 معسكرات، قدم فيها العلاج والدواء مجانا، واستفاد منها ما يقدر ب7200 شخصا. وتزامن مع القافلة برنامج مصاحب احتوى على الإرشاد الصحي والدعوي والتعريف بالتحصين المبكر للأطفال، وأبدى اللاجئون ارتياحهم من القوافل والبرامج المصاحبة لها وطالبوا المزيد منها. أما في مجال التعليم، فقد أسهمت إيثار في استقرار البيئة التعليمية في بعض المدارس ببناء عدد من الفصول الدراسية في مدارس اللاجئين بمناطق سالمين وأم سقطة، كما شاركت في حل مشكلة الإجلاس المدرسي لعدد 7 مدارس، والذي يقدر استيعابها ب3800 طالب وطالبة. كما وزعت الكتاب المدرسي لعدد 10 مدارس لما يقارب 4000 طالب وطالبة، وتوزيع أكثر من 70000 كراس على تلاميذ المدارس في مرحلة الأساس بمعسكرات اللاجئين. ومن المفيد الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تمول فقط التعليم الأساسي، مما يجعل مستقبل الطلاب في التعليم الثانوي معدوم، وما هو متوفر من مدارس في المدن السودانية يحتاج إلى الإقامة بعيدا من الأهل بمنطقة أخرى، وهذا يزيد من التزامات الأسر، مما جعل الغالبية منهم يحجم عن إلحاق أبنائه بالتعليم الثانوي وخاصة الإناث. وانتشرت ظاهرة الفاقد التربوي، ويتطلب ذلك ضرورة التكاتف من أجل الاهتمام ببناء ورعاية المدارس الثانوية بمعسكرات اللاجئين. أما في مجال مياه الشرب، مولت إيثار حفر بئر بقرية سالمين، والذي ساهم على استقرار القرية وحل ما كانوا يعانونه من ضائقة في توفير مياه الشرب وبئر الرحمة، والتي جاءت كاسمها التي اختارها لها ممولها في معسكر أم قرقور، الذي زاره وفد إيثار في شهر إبريل للعام 2011 ليقف على واقع الحال وينظر صفوف الانتظار التي كانت تمتد لمدة 3 أيام. وعاد الوفد وهو يحمل في مقدم اهتماماته حل مشكلة مياه معسكر أم قرقور. ثم عاد المدير التنفيذي لإيثار في 30 نوفمبر للعام 2011 ليفتتح بئر الرحمة في حفل ارتسمت فيه لوحة جميلة لتنهي معاناة لاجئي أم قرقور بصورة كلية في مجال المياه. نرحب بكم في هذا اليوم الأغر، اليوم الذي نحتفي فيه بمشروع ظل حلما يراود أهل هذه المنطقة منذ عشرات السنين، منذ قيام هذا المعسكر في 70ات القرن الماضي، حيث عانى ساكني هذا المعسكر من مشكلة المياه لفترات طويلة. يا تضحكنا
لكم جميعا لكم منا الشكر الجزيل على هذا الحضور وتكبدكم للمشاق في هذه الأيام، وأنتم تفتتحون معنا وترون معنا بئر محطة أو محطة مياه قرقور الجديدة، وهي بئر الرحمة المسمى بئر الرحمة، والتي شيدت على بتمويل من إيثار الإغاثة، وتشرفنا نحن في الهيئة الخيرية الإسلامية للرعاية الاجتماعية بتنفيذها والإشراف على أعمال الإنشاءات اللازمة بشأنها. الإخوة الكرام الممثلين المنظمات العتمادية في اللاجئين مندوبي عن المنظمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كذلك إخواني وأهلي وأبناء بلدي وشعبي. ثانيا يعني أن تحكي عن المعاناة سهل، لكن أن تعيش المعاناة هو أصعب. في زيارتنا الأخيرة كانوا معي بعد الوفود، عندما مرينا على البئر وجدنا الطابور من الناس، سألت أحد الإخوة اللي كان دوره ملأ الماء في الكارو، زالنا بقى فيها عدة ساعات، قلت له كم لك هنا في هذا الطابور؟ قال لي 3 أيام. أنا ذهلت من الموقف. الليلة قاعد أشرب هسا من صباح مقيد هنا. أنت واقف في الطابور هذا 3 يوم؟ 3 يوم الليلة قاعد نشرب. ما صدقت الكلام، كررت له السؤال، قلت له كم لك في هذا المكان؟ انتظر، قال لي 3 أيام، والله أقسم بالله. موقف كان صعب، أن تقف لأجل حصول ماء مملح، يا ريت كمان يكون ماء نقي الذي أنا أشربه في لحظات في المجتمع الذي أعيش فيه. تأثرت فعلا بالموقف، شرحت الإخوة اللي كانوا معي، وفعلا تمنيت لو كان عندي فلوس في يدي أن أبني لهم البئر حتى أخف عنهم هذا الطابور الذي يقفونه 3 أيام. رحلنا، الله عز وجل بفضله ومنه هيأ لنا أحد من المحسنين، عندما نقلت له المعاناة أن تبرع لنا أخ عزيز. وبهذه المناسبة أحب أشكر، حتى هو لا يريد أن يذكر اسمه ولا يكتب اسمه حتى في اليافطة، الأخ الحبيب الذي يعيش معي في مدينة برمنغهام.